معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. مرحبا بك استاذ عبد القادر. اذا نواب بحرينيون يهاجمون مقتدى الصدر بعد مطالبته بتنحي حكام البحرين، ما الدوافع التي جعلت الصدر يدلي بهذه التصريحات؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما ان هذه الدوافع جاءت بخطه ايرانيه من اجل ارباك الساحه في توزيع الادوار في استهداف الدول الخليجيه، ومقتدى الصدر ادى رساله ايرانيه في ان يكون الاعلام مسلط نحو هكذا ازمات معلومه، والا فانه من باب اولى لمقتدى ان يطالب ايضا ايران بتنحي المرشد الايراني فيها، وبالتالي هو من بدأ بالهجوم على مملكة البحرين طالبا بتنحي الملك فيها، وهذا حقيقة يعكس حقيقة هؤلاء عندما تم التحذير أن هؤلاء لا يريدون الانفتاح على الدول العربية، هؤلاء ينفذون أجندات إيرانية لكسب الوقت لصالح إيران من خلال العراق. ولذلك عندما استقبل مقتدى الصدر وغيره في الدول الخليجية ولا سيما المملكة العربية السعودية هكذا هو الآن يرد لهم بطريقة واضحة. إذا سنشهد هجمات إعلامية على الدول العربية من خلال الأذرع الإيرانية الموجودة في العراق، وبالتالي بات هذا المشروع واضحا للجميع. ولذلك اليوم بعض ميليشيات الحشد تعمل تجمعا تظاهريا ضد الإعدامات في السعودية، ولا كأن العراق تجري فيه إعدامات طائفية يشهدها العالم بأعداد ضخمة وكبيرة تماما تستهدف الشباب وتستهدف بل طالت حتى النساء. لذلك دوافع مقتدى هي لتخفيف الوتيرة الإعلامية على إيران. إذن توقيت تلك التصريحات كما ذكرت تأتي للتعتيم على هذا التنافس الأمريكي الإيراني على النفوذ في العراق أو تخفيف وطأته. كيف ترى رد البحريني على تصريحات الصدر وما تفسيرك لهذا التصعيد المتبادل؟ هذا التصعيد بالتالي يعني طبيعية للبحرين، لأنها هي التي تلقت هجوماً من شخص يطالب بتغيير نظام حكمها، وبالتالي رد البحرين إلى هذه اللحظة هو رد إعلامي. ينبغي أن تكون هناك خطوات حقيقية، ينبغي أن يعرفوا أن أطراف العملية السياسية في العراق يريدون لا يريدون خيرا لجميع الدول العربية، يريدون أن يكون هناك نفوذا إيرانيا أكبر، فبالتالي كان المفروض من البحرين أقل تقدير أن تسحب سفيرها من بغداد وأن تطرد السفير الذي يمثل تلك الأطراف في البحرين، وأن تكون هناك خطوات حقيقية في معرفة النظام الذي يجري أو معرفة أطراف العملية السياسية الموجودة حاليا في بغداد والتي تتناغم مع المشروع الإيراني والتي ترسم خطاها للحرس الثوري الإيراني. لذلك حقيقة هذه الخطوات كانت يعني متباطئة من البحرين، وبالتالي هي لا تمثل خطوات حقيقية للخطر الموجود، لأن أطراف بحرينية تتدرب على الأراضي العراقية وتحديدا في منطقة جرف الصخر أو في لواء البقيع الواقع في صحراء النجف وكربلاء لتكون هناك أعمال إرهابية داخل هذه البلدان الآمنة. لذلك ينبغي أن يكون هناك رؤية حقيقية لما يجري في العراق، وأن تكون هناك تداعيات مهمة بعد أن كشفت الأقنعة التي تحاول حقيقة إنهاء الدور العربي بالكامل، وأن الانفتاح العربي الذي جرى على أطراف العملية السياسية لم يكن موفقا، وهو بحاجة إلى إعادة نظر حقيقية والسماع والفهم من العراقيين اليوم الذين أصبحوا بكل أطيافهم ومكوناتهم يركزون على أن اليوم حقيقة إيران هي المتغول الأساسي، وأن هؤلاء لا حقيقة منفعة منهم في عملية انقاذ أو تطوير أو تحريد العراق من الصراع الحاصل. كيف ترى مواقف شركاء العملية السياسية من تصريحات الصدر الأخيرة، وما دور سرايا السلام في هذه الأزمة؟ من المؤكد أن الأطراف السياسية ناغمت الصدر، لأنها تعلم تماما أنها أصبحت ضمن البودقة أو المحور الإيراني، وهي تعتقد أن العراق ذهب إلى إيران بالمطلق، وبالتالي هذه حقيقة تؤكد على أن هؤلاء ليسوا بسياسيين. ورأينا المحسوبين على المناطق الغربية
كيف يساندون، وبدل ما أن يقولوا كلمة الحق أن التدخل الذي جرى في دول عربية آمنة هو الذي ينبغي أن يكون يحاسب عليه لا ردات الفعل. ولذلك حقيقة ستكون هناك تصعيد واضح، لأنه هناك حسب المعلومات الواردة أن هناك خطة مرسومة من الحرس الثوري الإيراني لرسالاي السلام أو للأطراف الأخرى. وقد رأيتم بعض تحالف الفتح المحسوب على ميليشيات بدر وبعض الميليشيات تطالب أو تؤكد أن هناك فتوى قريبة ستصدر باتجاه استهداف القوات الدولية أو الأمريكية في العراق من خلال هذه الميليشيات. يعني من الوقوف مع إيران، هذه الفتوى الوقوف مع إيران بالتأكيد هذه الفترة هو ستكون هناك عملية اصطفاف حقيقية مع إيران لتنفيذ أدواتها من أجل التخفيف عليها، لكن حقيقة لن تجدي نفعا، لأن هذه الميليشيات حقيقة لا تمتلك مجندين عقائدين، إنما مجرد تجمعات عشوائية من أجل الرواتب، وبالتالي هذا ما سيعكس ضعفهم بالأيام القادمة. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من عمان، كاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل.